بالنسبة للامتيازات المالية طبعا. بالنسبة للامتيازات المالية هي عنا في الأول كما نعرفه بالنسبة للامتيازات والحوافز عندكم ماكتكس مشروع تاع تكستيل دونك ينجم هو كابيتال سوسيال هنا كي العاده بين ديما ماذا بينا كريم اليوم من خلال ندوه التونسيين بالخارج انا بسيفتي زاد اخصائي نفساني ومندوب ديوان التونسيين بالخارج قدمت مداخله بعنوان اي دور للاسره المهاجره في ربط الصله بين الاجيال حاولت من خلالها معناها نركز على الاسره وبالخصوص الام اللي هي معناها تلقن الابناء نتاعها مبادئ اللغه العربيه هامه برشا معناها اللغه العربيه هي الاداه الوحيده اللي تخلينا نتواصل مع الاجيال الجديده للهجره كذلك التوازن الاسري معناها هذا بعجاله وحكينا شنو هي الصعوبات اللي تنجم تعترض الاسره المهاجره في بلد الاقامه واعطينا تصوراتنا في الحلول اللي تنجم معناها تتواجد اهمها هي العمل الجمعياتي نسيج الجمعيات كذلك الركائز الموجوده اللي عملتهم الدوله اللي هما من مثل كما الدار التونسي والدور الكبير المناط لها كذلك المرشدات الاجتماعيه والملحقين الاجتماعيين معناها هذا بصفه عامه معناها الهدف من المداخله هو باش نظهروا كون الاجيال الجديده للهجره هذه معنا حتى طريقه باش نتواصلوا معكم باللغه الام والام هي الوحيده الكفيله ونوهنا بالمجهودات نتاعها وهذا بعجاله معناها الاهم حاجه هو ترسيخ وتجدير روح الوطنية لدى الناشئة هذه وفي ملامح شخصيتهم معناها تسكي معناها هوية ثقافية معناها نحبوهم يفتخروا بهويتهم الثقافية التونسية اليوم كانت لنا مداخلة في إطار الموازنة التشاركية أول مخطط الاستثماري البلدي في أي دور للمقيمين بالخارج على مستوى العمل البلدي والبرامج التنموية المداخلة هذه تمحورت حول ثلاث عناصر أساسية المضامين الدستورية والتشريعية الداعمة حول ذات البعد التنموي والبعد التشاركي ثم أبرزنا خصائص الميزانية التشاركية كأحد الآليات التي تدعم منها مشاركة أوسع لكافة مختلف شرائح المجتمع ومن ذلك المقيمين بالخارج ثم طرقنا حول أي دور للمقيمين بالخارج في تفعيل العمل بل باعتبارهم تونسيين يتمتعون بالجنسية التونسية ولهم دور أساسي حتى على مستوى الجباية المحلية فكتيفمون هو احنا حكينا على المبدأ لكن تفعيل هذا الدور يتطلب عديد الشروط من ذلك كونه المشرع ياخذ بعين الاعتبار حول في مراحل تنفيذ الميزانيات الفترات التي يتواجد فيها المقيمين بالخارج في تراب الوطن هذه نقطه نجم زاد في على مستوى استعمال لنوفيل تكنولوجي دو فورماسيون دو كومين وسائل الاتصال السمعي البصري منها على مستوى الانترنت في ربط الصله بها المقيمين بالخارج عند طرح هذه المضامين وخاصه الدور الذي يمكن ان تلعبه الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني في ربط هذه العلاقه من خلال تفعيل الشراكه ما بين الجمعيات التونسيه جمعيات المقيمين بالخارج في بالخارج وجمعياتهم كذلك هنا في الداخل ولما لا تاسيس جمعيات منها محليه في هذا المجال كمشاركه تسمى باهيه الحضور هاو مكثف يفرح ان شاء الله تكون معناها دوريه معناها مره في الكتار مره في على الدور على الولايه كامله وان شاء الله معناها يكون المشاركه نتاع مواطنينا بالخارج تكون ثريه بارائهم بتعليقاتهم على الموجود وعلى التنميه المحليه دور يكون دور كبير ياسر عن طريق التحويلات الماليه بالطبيعة باش يعملوا مشاريع يدفعوا الدورة الاقتصادية عن طريق التحويلات نتاعهم من الإشكالية لهنا راهو يلزم هي حلقة مرتبطة ببعضها يلزم لي ترونسفير بانكير تكون مسهلة باش هكاك المواطن معناها
ديما معنا الفلوس نتاعه تدخل عن طريق البنوك باش تتريق ما تمشيش معنا في التصريف النوار الحكايات هذيك الكل باش تكون معنا يكون دور الفلوس نتاعهم تكون فاعله بالحق للاقتصاد الوطني والقوانين المنقحه والمتمه لهذا القانون. هذه الاحياء مخصصه لانجاز المشاريع، بمعنى كي تقتني ارض تشري ارض.